الطريق الدائري والكلام ده كله. تبص تلاقي عربيات ماشيه محمله رمله ومحمله طوب ومحمله زلط، وطول ما هو ماشي عمال بيوقع عليك على الطريق، تكسر ازاز زي ما حضرتك شايف كده، تكسر تخليك تتعرض لحادثه. دي نقطه. النقطه الثانيه تبص تلاقي شوف سواقين النقل حاطين لمط فوق 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 السواق فوق فوق الكابينه من فوق، انت وانت ماشي تبص تلاقي النور بتاعه والنور ده ضارب في عينيك، انت بيخليك غصب عنك ما تبقاش شايف. في تكسير في الطريق، كسير الطريق والمطبات. انا لما اشوف مطب وانا ماشي على اليمين وانا محمل حمل زي كده بضطر اخد شمال عشان افادي المطب، ممكن بتاع الملاك يسرق تحتي، يبقى دي مشاكل صعبه. يبقى لو كانت الطريق تساوى انا ايه اللي يجبرني ان اخد الناحيه الثانيه وانا امسك اليمين؟ سواء النقل اللي هو بيمشي ده مفيش اي التزام بالحاره اللي هي المريه بتاعته، المفروض ان هو بياخد اقصى اليمين كده عشان ده بطيء، بيبقى ماشي على الشمال، ومفروض ده اصلا العربيات اللي هي الخفيفه اللي هي زي الملاك اللي احنا راكبينها دي هي اللي ماسكه الطريق الشمال ده، محدش بيراقب عليهم ان هو ماشي في الطريق اللي هو اليمين ده عشان ما يضايقش العربيات اللي هي الصغيره. انا راجل ساعات بركن العربيه في الزمالك واتمشى على كوبري 6 اكتوبر بلاقي جميع الموتوسيكلات طالعين فوق الرصيف اللي انا بمشي عليه وبيقابلوني عكس، فالمرور ده المفروض يطلع فوق، امين شرطه عسكري يطلع لي على المرور فوق ويشوف الناس اللي بتمشي فوق اللي على الرصيف، لان دي بقت حاجه دلوقتي بقت رسم اليوم. المشاكل اللي بتقابلنا ان التاكسي بيرمي علينا، ممكن واحد ملاكي يقول لنا كلمه يعني وحشه ملهاش لازمه، ممكن التكاتك طبعا بتضايقنا كتير قوي واحنا ماشيين، يعني حاجات زي كده. نظام الموتوسيكلات برضو اللي بيركبوها شباب صغيره ما بيستوعبوش الطريق، ما لما اغزم ما بيحترموش قيم الطريق والمرور والنقل التقيل. بالنسبه للنقل التقيل هو بقى بالنسبه للنقل التقيل بيخش ما بيهموش حاجه. الملاك الاخر ما هو بيبقى ماشي في اليمين تلاقيه مره واحده جه من اليمين لليسار ويقطع علينا السكه ويقول لك كله من نقل كله من نقل. احنا كسواقين تاكسي برضه بتقابلنا ان في عربيات بدل ملاكي بتشتغل كتاكسي، وطبعا المرور سايبها، وطبعا ده لا بيدفع ضرايب ولا تامينات. الملاكي بص ايه جنب مش عربيه يبقى يعدي مني مع اليمين هوب عشان قدام مني، ان خبطته هزحفه قدام مني وما اقدرش اجي لمته، لان ماشيين خايفين منهم لان ممكن يجي يتحكي فيا ويقول لي عايز فلوس. ما فيش مشاكل غير التوك توك اللي بيطلع الطريق بيبقى واخد شمال عادي زيه زي الملاكي. تمام. وان المقطوره او النقل التقيل يفضل ثابت في مكانه يمين، لان برضه تلاقي اتنين مقطوره جنب بعض قافلين الطريق وسدين الدنيا كلهم وراهم. عيب العربيات التريلات ان هي بتمشي مش في حاره واحده، ثلاث تريلات ماشيين في ثلاث مراحل، انما لما ماشيين ورا بعض كان الطريق بقى 10 على 10. لسه مزعق مع سواق الميكروباص دلوقتي اتحدف قدامي مره واحده، طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ سواقين النقل طبعا بيبقوا ماشيين كده براحتهم، اول حاجه في الحاره الشمال ماشيين براحتهم، احنا اول حاجه بنعرفش نمشي، وساعات بيبقوا سرحانين ولا حاجه، بيبقى مثلا ما نمشي طول الليل ثلاث اربع مرات تحدف منه يمين في شمال كده واحنا مش عارف نعمل لهم ايه. يعني اكتر حاجه المشاكل يعني على الدائري بتبقى النقل، النقل بيمشي بسرعه جامده جدا وبيقعد ياخد غرز يعني احنا الملاكي العربيات الصغيره كده بنبقى خايفين اصلا منه وقلقانين منه. مفيش والله، هو الملاكي ويعتبر الملاكي هو اللي بيزنق علينا هو الميكروباص بس. اهلا وسهلا بحضراتكم. مشاكل داخل الشاشه ومشاكل داخل الاستوديو، كله بيشتكي. برحب بضيوفي الاعزاء الاسطه ايمن السيد سائق نقل عام. اهلا بحضرتك استاذ خير. اهلا بحضرتك عثمان شحات سائق بمكتب خاص لتاجير السيارات. اهلا وسهلا يا عثمان. اهلا بخير بيك. الاسطى حسين الصعيدي سائق نقل تقيل. اهلا وسهلا. اهلا بك. منورنا. الله يكرمك استاذ. دكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع السياسي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا. الله يخليك يا دكتور. بصوا احنا عايزين حلقه مختلفه، انا مش جايبكم احاكمكم ولا ادين، انا عايز مع الساده المشاهدين نفهم، وبعد شويه اذا كان عندنا وقت هنسمح بمداخلات تليفونيه للسائقين اكتر عشان نسمع منهم. تمام. انا عايز اعرف انتوا مين، يعني في النهايه سواء مواطن مصري عايش، الناس بتشوفك في صورتك الاخيره راكب اتوبيس مرعب، راكب نقل مرعب، وانا في حاله فزع ساعات بقول لك ابعد عنه يا عم ربنا ينجينا منه، وانتوا بتقولوا فجاه تيجي عربيه تروح طالعه كده راح حادف في يمين زي سواق ده النقل اللي كان من شويه يروح واخد له ملاك في السكه، عيله راحه في السكه. انت مين يا عم ايمن؟ انا سواق نقل عام. انت كانسان مين؟ انا مواطن، مواطن مصري عايش جوه مصر، وربنا كرمني وقدمت في هيئه النقل العام
واشتغلت فيها سواق. بقالك كم سنة؟ بقالي 18 سنة. ساكن فين؟ ساكن في الشرابية. في شقة قد ايه؟ شقة مساحة ولا؟ مساحة. مساحة شقة يعني حوالي 55 متر. 55 متر. بتقبض كام؟ بقبض مرتب تقريبا 1000 جنيه. إجمالي؟ الشامل. الشامل. مرتب. ال 55 متر بتدفع إيجار كام في الشهر؟ بدفع حوالي 400 جنيه. في ال 55 متر في الشرابية؟ الشرابية. الشرابية غالية كده؟ طبعا. الإيجارات كلها غالية يا أستاذ خيري. محمد فتحي رئيس التحرير يعني سخنان ويقول لي طبعا امال ايه عشان هو من شرابية اصلا فيعني ماشي يا عم يعني هنعملها مزار سياحي يعني لا هي الاجراءات بقت كلها كده يا استاذ خيري عايش يعني ازاي؟ افتراضات تانية عندك مشكلة مع ال 600 جنيه الباقي في حياتك يعني قادر تدبر بيهم حالك انت الحمد والمدام؟ لله الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. بتستلف؟ الحمد لله. لا الحمد لله. في حاجة في بيتك ناقصة يعني عندك تلفزيون وتلاجة وبوتاجاز؟ كله موجود الحمد لله بفضل الله. ب 600 جنيه بفضل الله. لا في حاجات في حوافز معايا برضه. هو في شغل. هو قال 1000 اكيد ده الاساسي بتاع المرتب. لا الشامل يا دكتور. الشامل يا دكتور كله قال الشامل. نجيب شريط؟ طيب لا ما تجيبش شريط انا انت مصدق. لا موجود. انت مواطن موجود مصدق. موجود كله 1000 جنيه. لا في حوافز حضرتك. في حوافز. في حوافز. بتشتغل كم ساعه في اليوم؟ بشتغل من 8 ل 10. من 8 الصبح؟ لا بشتغل من 8 ساعات ل 10 ساعات. من 8 ساعات ل 10 ساعات. اقل حاجه 8 ساعات اقصى حاجه 10 ساعات 10 ساعات ونص. متصلين؟ متصلين طبعا. انت بتشتغل خط ايه؟ بشتغل في خط 1001 اللي هو بيروح منين لمنين؟ من ميدان عبد المنعم رياض للتجمع الاول. الله. خط لسه طالع بقاله حوالي 4 شهور. بتاخد المسافه دي في قد ايه وقت؟ المعدل بتاعي الزمن حوالي ساعة و 35 دقيقة. أنا ما توصل من أول محطة لآخر محطة. المحطة البداية لمحطة النهاية. تقعد في المحطة قد إيه الأخيرة؟ محطة النهاية أو البداية يعني تقريباً 5 دقايق حسب طريقي. بس. يعني بتعمل لك كم مشوار رايح جاي؟ بعمل رايح جاي. بعمل 5 مرات. 5 مرات و6 مرات. بتدخن؟ بدخن؟ إحنا هنا هنتكلم بمنتهى الصراحة. ماشي أوكي. بتدخن؟ ما احنا انا بشوف السواقين بيدخنوا عادي جدا. لا بطلع ايده من بره. عادي يا استاذ خير. بدخن شيشه. لا ما بدخنش سجاير. لا 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 سجاير لا يعني مبطلها بقى حوالي يمكن تقريبا كده 15 سنه. زمايلك اللي بيدخنوا بيدخنوا في الاتوبيس عادي وهم سايقين؟ عادي. رغم ان ده ممنوع بس هو بيبقى ماشي يعني. ايوه هو ماشي في الشباك مثلا جنبه. بس ده ممنوع. ممنوع طبعا. بس هو بيدخن. طيب هرجع لك تاني. ماشي. شوف احساسك وانت جوه الاتوبيس كده وفي الزحمه وفي الحر وفي البرد بتبقى عامل ايه؟ وبتشايش امتى بقى في المحطات؟ فانا مخطط. لا مش في المحطات. لا يعني ليه يعني بتحكم يعني نفسين كده؟ لو في وقت معايا قبل ما ابتدي الورديتي ممكن. يعني بس في المحطه الاخيره اللي وقفت شويه الشيشه كده ويروح. لا مفيش في عمنا مريض طبعا. مفيش في عمنا مريض بس في التجمع الاول. في التجمع. تمام. مساء الفل عم عثمان. مساء الفل يا استاذ خيري. انت عارف ان انت سبب الحلقه دي. مكالمتك معايا وتسليطك الضوء وصراحتك هي اللي فرضت عليا ان احترم البعد الانساني في الحاله اللي احنا فيها. احنا عندنا ازمه وانتم جزء من هذه الازمه بس في بعد انساني لازم نشوفه. حقيقي. كلمني عن نفسك بقى. كنجم كبير كده فكلمني عن نفسك. ما تتعاملش اتعامل الشاشه معاك والكاميرا. لا انت نجم. اتكلم. ميرسي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طبعا يعني قبل اي كلام طبعا بستاذن الدكتور احمد نتكلم قبله. لا دكتور احمد في الاخر هنقعد. مش انا اسف نتكلم قبل حضرتك طبعا يعني. لا بسمحكم انا مش مهم اتكلم. هو عشان خريج اداب بس و... لا وعشان اداب اجتماع. لا تاريخ يا فندم. طيب تمام. طبعا شكرا طبعا لحضرتك كاست. وطبعا انا سعيد ان انا في المكان اللي كان موجود فيه من خلال ساعه طبعا مش شر في وادي عبد المنعم رياض بشار عمر مروان. لا ما كانوش هنا كانوا في استوديو تاني. بس اسم سي بي سي يا فندم. انا طبعا. سعيد يعني طبعا شرف ليا يعني مدى يعني مدى الوقت يعني. تمام اتفضل. حي ضيوف طبعا. طب خلاص انت حسن فرح قلت لك. معلش يا فندم انا اصغر سنا. انا اصغر سنا فلازم استاذن من الناس اللي قدام مني. اتفضل. تمام. انا اسمي فندم عثمان شحات زايد ابراهيم عثمان. تمام. ساكن في يعني قريه اسمها نكله تبع مركز امبابه جيزة. عندك كم سنة؟ عندي بالظبط 29 سنة. تمام تمام يا فندم.
يعني باختصار شديد يعني كعتمان على السؤال، تمام، انا حاصل على ثانس اداب قسم تاريخ جامعه القاهره دفعه 2008. تمام. يعني مش هقول ان انا يعني نموذج، لا لا لا، انا زي ناس كتير قوي زي يعني الدنيا مش يعني مش جايه على هواهم. تمام، اسي علي. يعني تعبير انا بحاول احضر التعبير دوت، يعني ساكن فين؟ قلت لك في النكله، متجوز، عندي بنوتين توأم. الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى معايا؟ دنيا وكنزي. ما شاء الله ما شاء الله. هنديك تسجيل للحلقه لما يكبروا تقول لهم انا جبت اسمكم في التلفزيون من بدري. والله يا فندم لو قلت لحضرتك ان دنيا وكنزي ومامتهم وجدهم وستهم بعت لحضرتك سلام خاص. كمان 9 شهور بجد. بيسلموا عليا. والله العظيم يا فندم بوس انا واخدها منهم كده لحضرتك. يا الله ربنا يخليك. يعني باختصار شديد انا سبب تليفون حضرتك، زي ما حضرتك طبعا شايلتني مسؤوليه كبيره ان انا سبب الحلقه دي. تمام. ان حضرتك لو انا كنت بسمعك في يعني في الراديو ما حسيتش الاحساس مع حضرتك زي ما حسيته من مذيعين كتير. يمكن انا عملت مداخلات مع ناس كتير، بس حضرتك يعني انا دايما لما بسمع برنامجك بحس ان انت حد مننا، ما انتش قاصد شو اعلام. تمام. بتناقش الموضوع، حتى حضرتك سالتني انساني، البعد الانساني مش البعد الشو بقى والمش عارف مين. تمام. تمام. بتقبض كام؟ انا يا فندم شغال في مكتب ليموزين. تمام. لخدمه رجال الاعمال. بتشتغل على عربيه ايه؟ مكتب ليموزين يا فندم فيه عربيات بي ام، كريزلر. لا بتكلم كبيره ولا صغيره؟ لا ملاكي يا فندم. ملاكي. ملاكي بس. ما اشتغلت السياحه في عربيات كبيره؟ لا اللي هو باصات وكده. لا لا. انت رخصه ايه؟ انا رخصه ثالثه. تمام. تمام. وطبعا انت قلت لي مرتبك تقريبا او حاجه كده. انا شغال يعني للاسف ان انا اقول لك، للاسف ان انا اقول لك ان انا كعتمان معايا بنتين وشغال باليوميه. باليوميه؟ الشركه مش معينك. مش شركه يا فندم. مكتب ومسجل بتروح يبعتك او ما يبعتكش اوردر. عندنا مثلا يومين ما فيهمش شغل، فانت في البيت لحد ما عاوزك. ما تاخدش ولا مليم؟ ما اخدش يا فندم. بتاخد كام في اليوم لما تشتغل؟ يعني من المكتب الاوردر ب 100 جنيه في اليوم. في اليوم بتشتغل تقريبا كام؟ يعني دخلك في الشهر متوسطه، لانك لازم ترسم حياتك، هتعيش ازاي يعني؟ ارسم حياتي انا يعني حضرتك لو يعني انا اصل احنا سيزون، احنا السيزون بتاعنا في الصيف لحد ما فممكن في الصيف يعني ربنا بيرضيني كويس. انا اساسا اوريدي بقى لي بالظبط في الشغلانه دي بتاع 4 شهور 3 شهور. وقبليها ده انت كده هتخليني بقى اديك كده يعني نبذه عن عتمان صغننه. من ساعه ما اتخرجت وانا يعني من مدخل بيانات داتا انتري في شركه، كنت طبعا كاجوال مش معين. طبعا كاجوال ده يعني مش معين. يعني حاجه باليوميه. تمام. تمام. انت شغال باليوميه لغايه دلوقتي. وجيت سبت داتا انتري، اشتغلت مندوب في احد الشركات المواد الغذائيه. تمام. وبعد ما اديت فيها 3 سنين حصل مشاكل مع العملاء، الشركه جابتها فيا انا وخلاص ضحوا ببقية عثمان يعني بالنسبه لهم. طبعا ده حال كل الشركات. طيب لحد ما وصلت للسواقه بتشتغل دلوقتي بقالك 4 شهور، يعني كنا في الصيف يعني كان دخلك كويس. في السيزون اللي هو قبل يعني قبل شهر 11 لحد 10 كده. تمام. تمام. الدنيا كانت مرضيه معاك يعني؟ الحمد لله. الدخل يعيشك كويس؟ الدخل يعيشني، بس انا مش قادر اقول لك ان انا اعيش. انا برضو انا ربنا جعل لي والدي، ربنا يخليه لي، مهما كان كويس الدخل مش كويس، هو انت عايش في البيت بعد ربنا. بيت العيله. بيتنا لا مش العيله، بيت والدي وانا ليا اخين. ما ده العيله. يعني اخين اكبر مني. انا الثالث، يعني انا الثالث. ووالدي طبعا ربنا خليه لنا، هو والدتي طبعا. انا اسف طبعا ان انا ما حيتهمش ان هم كانوا سبب. لا خليك في الاخر وانت بتختم تبعت لهم. وصلوا لي لحضرتك عايز تختار اغنيه حاجه ليهم يعني. بس خليني جوه. تمام. تمام. مساحه الشقه اللي انت عايش فيها كام؟ يعني في حدود 100 متر مثلا. كويس. بتشرب سجاير؟ بشرب سجاير. بتتعاطى اي انواع مخدرات؟ انا اسف ان انا هقول كده الاول. لا كنت طبعا والدي دوت قاعد، فانا اول مره هقولها كده على الهوا. انت بتقولها علشان نعرف نفهم ونعالج. أيوة. مش علشان انت كنت وبطلت. الحمد لله يا فندم. كنت بتاخد ايه؟ ما حضرتك سالتني على الراديو وقلت لك وعرفتك. الراديو التلفزيون دلوقتي، انسى الراديو خالص. انت قلت الحلقه دي صراحه مذيع. ايوه. واحنا عايزين نطلع من الحلقه دي يعني طبعا انا هوصل. انت بتاخد، انا مش عايز ادينك. انا عايز احترم صراحتك. ايوه. ونشوف انت بتاخد ليه. انت ظروفك صعبه والدنيا صعبه. أيوة. فبتاخد من فلوس اكل وشرب وبتجيب مخدر، يبقى لازم في حاجه ضغطه قوي
كنت بجيب بقى يا فندم. كنت بتجيب تمام بس انت كنت بتاخد ايه، ترامادول ولا حشيش؟ لا التانية الحشيش. انت كمان خايف تقول اسمها. ما يا فندم ملاحظ ان انا والدي قاعد وانا عمري والدك هيحترم صراحتك. بس انا يعني مسلوب بحضرتك انت. انا مسلوب بحضرتك حاج شحات. هو بيعترف علشان يمنع غيره من انه يروح نفس السكه دي، فاذا كان ده تمن فشيء محترم. والدتي يا فندم مسكت رجلي مره من ساعه ما شافت الحمله المعموله اليومين دول دي، مسكت رجلي وبكت والدتي، ودي كانت اللحظه الفارقه في حياتي. سؤال اخير في هذه المنطقه لحد ما ارجع لك تاني. اتفضل. انت كنت بتشرب حشيش وانت سايق، يعني سجاره وملفوفه وانت سايق؟ لا يا فندم. ولا بتنزل في غرزه وتضرب؟ لا 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 مش يعني غرزه قوي يعني. لا 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 خالص يا فندم. ولا مصطلح الغرزه ده موجود في الموضوع. قهوه شيك ولا قهوه ولا اي؟ لا 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 اصل انا مش. طب بتشربه ازاي يعني؟ مش سجاير؟ سجاير بس، ولا على الطريق ولا في غرزه ولا في اي مكان خالص، قبل الشيفت بعد الشيفت، المهم ان انا شغلي انا بقى دي اقفل الحمد لله. كان بيعمل لك ايه سجاره الحشيش؟ يعني كنت مش عايز تعمل ايه؟ كنت بتشربها ليه؟ ها يعني خلي السؤال بسيط. انا مش هقدر اقول لك اجابه لان طبعا قاعد قدامي على طول، انا قدامنا شخصيا دكتور احمد، فانا مش هقدر اقول لك او يعني حاجات انا كنت بحسها دلوقتي انا شايفها اوهام، فمش هقدر اديك. طالما شايفها اوهام، على الاقل اللي بيسمعك وهو بيشرب هيعرف انه لما يبطل هيكتشف انها كانت اوهام. لا بس يعني انا كعتمان هقول لك كنت بحس ايه او كنت بحس بايه. كنت بتشربها علشان وانت سايق تبقى مونون، ما تحسش بطول المسافه، تفصل عن الدنيا من الضغط العصبي. انا كعتمان كنت واخد يعني، انا عن نفسي كنت ممكن اروح من شغلي وعشان خاطر ان انا اوصل بيتي وابوس عيالي وكده، كنت واخد الخمس دقايق بتوع الحاجه دي يعني. انا كعتمان انا حر في رايي. ما هو كله كعتمان. انا شايف ان الموضوع بالنسبه لي، عارف انت اليوم انت بتنفس التمن قرد 10 ساعات في ال 10 دقائق دول، ازاي كنت بحس بايه؟ دي يعني حاجات عشان خاطر اشرحها لك انا يعني ايه. في ناس كده هتشوفني تقول لك ده واهم نفسه او بيشتغل نفسه، فانا يعني خلي دي عشان بس طيب. يعني دي عشان بس ما حدش يقول اتمام بيحلل حاجه غلط يعني. بس انت اللي كنت بتشرب مش هو. انت اللي هتقول. انا قلت ليه مميزات. لو قلت ليه مميزات ابقى انا كده ناس هتقول على الهوا دلوقتي يقول لك طب ليه مميزات. بس هو قال كلمه حلوه انها اوهام يعني حاجه كويسه. تمام. ما هو لانها في النهايه اوهام. يبقى اي حد بيتخيل انها بتعمل له مزاج بتفصله عن الواقع، يعرف انها شعور مش حاسس بالوقت وهو سايق متحمل غلاسه الناس، يعني حاجات كتير كده، فيبقى ده وهم. هتفضل غلاسه الناس حتى من غير حشيش موجوده. طيب الاستاذ حسين اكبرنا وعلى راسنا. ازيك يا باشا؟ وتريلا عربيه ترعب ترعب. عم حسين انت عندك كم سنه؟ 56 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. عندك متجوز؟ عندك اولاد قد ايه؟ عندي اربع اولاد، عندي متجوز اتنين وفي بيت في الكليه قدامها شهرين كده وتخلص كليه التربيه. هي مخلصه بس في ست شهور اللي هم الاخرانيين بتاخدهم في المعهد عشان تتوظف. تمام. وعند محمد عنده 19 سنه اخر حاجه، ثلاث بنات وظابط. وظابط ونعم التربيه. نوره وامل ومياده ومحمد. رخصه درجه اولى. درجه اولى من بدري. من زمان. سواق تريلا عربيه كبيره. بتشتغل في الحاويات. انا اشتغلت جميع الشغل بالمون والمواني والخضار، وما خليتش اي حاجه في الدوله الا ما شلتها. ما شاء الله. عمرك عملت حادثة؟ لا الحمد لله. عايش في بيت العيلة؟ بيتين. انت بنيه؟ فين؟ في المحمودية بحيرة. في البحيرة؟ حوزة البحيرة. يعني بتروح البحيرة وتيجي كل يوم؟ لو انا شغال في اسكندرية حاليا. في اسكندرية؟ شغال في الحاويات في الكناتر كل يوم. لي انا دخلك قد ايه يا عم حسين؟ لازم مش ضرايب يعني انت مهما طلع يعني. يعني مشوار اسكندرية القاهرة رايح جاي ب 200 جنيه. 200 جنيه مكفيينك؟ عايش كويس؟ يعني بنصرف جزء والجزء الثاني بيروح البيت، بيروح بقى جزء بيروح للكليه وجزء بيروح. طبعا انت بتصرف على اربعه وواضح انك معلمهم كلهم ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يقدرك. كويسين وحلوين وعايشين. تشرب سجاير؟ بشرب علبه كل يوم. علبه كل يوم؟ علبه واحده؟ وانت سايق؟ طبعا. ما بتشربش حاجه تاني؟ لا لا. كنت بنشرب وانا صغير يعني لحد ما بقى عندي حوالي 24 سنه 25 سنه. تشرب حشيش طبعا؟ شربته. ما فيش حد اصل. كان صعب انك تبطله ولا لا عايز؟ لا لا. خلي بالك ان الحشيش ممكن من السهل انه تبطل.
حد قال لك ولا حاجه؟ قعدت اشربه 25 سنه كل يوم وبطلت كده ما بقاش ادمان يعني؟ لا هو هو مش ادمان. هو كيف كيف. طب انت فقدت كيفك بعد ما بطلت حشيش؟ لا لا حصل لك حاجه يعني فما بقتش تعرف تسوق؟ لا 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 ولا انا لما كنت بشرب مخدرات ما كنتش بوقف ما كنتش بسوق. تشرب ما تسوقش؟ ما تسوقش. لكن انت عارف دلوقتي ان ليك زمايل ما بيطلعوش الا ما يشربوا او ياخدوا حبوب. وفي ناس لحد النهارده ما بتشربش كوبايه الشاي. تمام. في لا سجاره ولا كوبايه شاي ولا لكن ولا اي حاجه. دايما كل الدراسات بتتكلم عن 50% من سائق النقل الثقيل بيتعاطوا اما ترامادول او حشيش. في ما هو في نسبه ما بتشرب وفي نسبه كبيره عاليه حوالي 75% ما بيشربوش. طب ال 25% اللي بيشربوا بيشربوا ليه؟ لها علاقه بالسواقه؟ هو مزاجه كده عايز يشرب حجرين عشان يعرف. هو في دماغه ان هو ما يشرب حجرين هيصحصح هيمشي هيبقى مزاجه عالي زي الراجل اللي جه في الحلقه اللي واتذاعت وقال انا لا مبطل حشيش ولا مبطل سواقه ماشي. طبعا احنا معانا ناس بتخطب بالناس يوم الجمعه مشايخ وسواء شغاله سواء معانا. نعم. زي الليمبي ما كان بيقول ايه جاب الكعبه للبحر. فاحنا معانا ناس بتخطب بالناس يوم الجمعه ومعانا ناس ما بتشربش السيجار ومعانا ناس ما بتشربش. ايوه ما انتم مجتمع. انا بتكلم بقى على اللي بيشرب. اما الناس اللي بتشرب دي الناس ديت احنا عايزين نوضع لهم حد على اساس الناس دي ما تتظلمش عشان فاتحه بيوت. معلش طب يعني طب اذا كان هو مش هيضع نفسه حد لا هيبطل بالاحكام الجديده ديت والقوانين الجديده دي الناس دي هتبطل. بس يعني تدوهم فرصه شهرين ثلاثه ندوهم فرصه يشربوا اكتر لا يبطل عشان جسمهم ينضف. ما هي التحليلات اللي بتتعمل في الشارع العينه الاولى ما انا سالت فطلعت العينه الاولى ما بتكشفش الا اذا كان شارب دلوقتي. مفيش حاجه اسمها شارب من اسبوع علشان لا يبقى شارب. المخدرات بتفضل في الجسم 40 يوم بتفضل في الجسم لما يتاخد يتعمل لها تحليل خاص في المستشفى. لو اتاخد هو بيكشف الكشف الاولي وانت في الطريق. اذا ما لقاش مخدر متاخد النهارده لا يمكن يظهر قدامه. اذا خدك المستشفى وعمل لك تحليل عينه تحليل دم يا استاذ خير ده كان سؤال يا فندم تحليل دم ما انا برد عليك بالمره يعني يا استاذ خير الناس بتشرب مخدرات ديت واخد بالك يعني هو شرب امبارح تحلله النهارده يبان في التحليل ما يبانش. التحليل السريع اللي بيتعمل على الطريق ما يبانش. اذا اتاخد لو عامل حادثه واتاخد يبان لان بتتاخد العينه وتترسب وياخدوا عينه دم يظهر فيه لو شهرين كان بيشرب شهرين وده كان اللي قلق عثمان. طيب انا هطلع فاصل بعد الفاصل هرجع للدكتور احمد زايد اسمع كيف تؤثر الحياه الاجتماعيه على سلوك الشخص على سلوك اخواتنا السائقين اللي ماشيين على طريق مضغوطين عصبيا في زحمه وفي كلاكسات وفي تراب وفي فوضى وفي كل شيء ممكن تنعكس عليه وعلى رد فعله ازاي؟ ممكن يبقى المخدرات نوع من الهروب او التسكين؟ هل هو في حاجه ليها ولا احنا في حاجه انه يبطل وهو وبيته كمان محتاج يبطل؟ بعد الفاصل ان شاء الله.